ضمن سلسلة انتهاكاتها المستمرة منذ 8 أعوام بحق المدنيين، تتسبب ميليشيا الحوثي بمفارقة المواطن الأربعيني سعيد أحمد الحياة في جريمة جديدة ارتكبها قناصها المتمركز في تلة الصالحين المطلة على قرية الشقب في الجنوب الشرقي لمحافظة تعز. بشكل شبه يومي يسقط الضحايا هنا ويخلفون وراءهم أسرا وأطفالا دون عائل. اليوم سعيد أحمد عبد الله أحمد هو الآخر بقنص مباشر من قبل الميليشيات المتمركزة في تبة الصالحين. هناك موت مستمر يحصد تلك الأرواح البريئة في هذه المنطقة. 231 ضحية هي الإحصائية الإجمالية لأعداد ضحايا القنص في قرية الشقب، 35 منهم شهداء. وفي عموم محافظة تعز تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية حصد أرواح الأبرياء من مختلف الفئات والأعمار، إرهاب لا توقفه الهدن ولا جهود المفاوضات ولا نوايا السلام المزعومة. كل ذلك لا يمكن أن يقف عائقا أمام دموية الميليشيا. الاستمرار دليل أن ميليشيا الحوثي لن تعود إلى السلام ولا ترد دور السلام، فالاستهداف المستمر وخاصة المدنيين دليل أنهم ليس في قاموسهم السلام، وكل ذلك يعود بسبب فشل المفاوضات السعودية وفشل الشرعية، وهذا ما فتح الشيء لميليشيا الحوثي الاستمرار في قصف المدنيين. تؤكد الانتهاكات المستمرة للميليشيا الحوثية ضرورة تحريك الجبهات العسكرية وعودة نشاط المعارك المسلحة من أجل كسر الحصار عن تعز وإيقاف الإرهاب المحيط بالمدينة من كل الاتجاهات، بدلا عن الركون إلى مفاوضات عقيمة لا يمكن أن تحقق مكاسب كالتي تحققها الإرادة القوية على الميدان. أيمن قائد، يمن شباب، تعز.